الحاج قال لي على اللي حصل معاكي. الراجل كان خايف منك قوي. ما تضيعي كل اللي احنا بنعمله. وما قالكش بهدلني قد ايه وقال ان انا حراميه؟ وانت يعني ما قلتوش في حاجه؟ الدولارات عندكم في المخزن. روحوا عدوها. لا مخزن ايه؟ انت مش غبيه تعملي كده. حتى انا قلت له والله ما يشيلش همك، ما يقلقش منك يعني. وده ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ذكيه. انت عارفه المخزن ده من زمان وعارفه اللي بيحصل فيه. وما اتكلم فيش. سايباه يعني الوقت عوزه. تساوم بيه على اي حاجه. بس اللي مجنني بقى انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ جايه تساوميني يعني بالمعلومه وتاخدي فلوس؟ جايه لك عايز اشتغل. تشتغل ايه بقى انت يا حلوه؟ في اللي انت بتشتغل فيه. طب واحنا بنشتغل ايه؟ الدولارات اللي انت بتاخدها من الحاج. في الفلوس يعني. يا فاكرني تاجر عمله ولا ايه؟ امال هتكون بتشتغل ايه؟ دكتور؟ لا انا زي ما تقولي كده مخلصاتي. يعني بخلص المصلحه واخد حسنتي وشكرا. خلاص يبقى انا كمان هاخد حسنتي وشكرا. شغلانه صعبه عليك؟ صعبه في ايه؟ اللي انت بتعمله انا اقدر اعمله. طب بصي الشغلانه دي بقى الناس فيها تلات انواع. ناس بتاخد فلوس كتير، ناس بتاخد فلوس كتير قوي، وناس بتاخد فلوس ما تعرفش تاديها. كل واحد بقى حسب شغله. وانت بقى اني واحد فيهم؟ احنا اللي بيقدر قليله. اصل القليل هو اللي بيعيش ويدوم. يا سلام، عايزني ادخل نفسي في الشمال عشان ارضى بقليلي؟ يفتح الله طبعا. لا هو القليل ده بالنسبه لك انت كتير قوي، ما تحلميش بيه اصلا. ده لسه بقول عليكي ذكيه. ماشي. هرضى بقليلي. بس مش قليل قوي. ماشي يا سوس. يلا روحي انت وانا لما عاوزك هكلمك. مع السلامة. سلام يا سوس. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.